الأنشاط الصباحية. يا سلام، سن اللقاية نشاهد الإمتاع والإبداع. جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. نشاهد وإياكم في هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة. وأول الأسماء نشاهد المقدمة هنا أيضا برمودة لمحمد بن علي بن عايض السنجاري، هنا في هذه اللحظات يقود المسار. ينطلق بن عايض مع برمودة اللي بالمركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني نتابع جلمودة لمحمد بن مسعود بوشريدة المري مع المركز الثاني، أيضا ينطلق تحمل الرقم واحد بأدائها وانطلاقها في هذا الشوط. نشاهد المركز الثالث الصفرد لجابر بن سالم بن جبران على المركز الثالث مع الصفرد. المركز الرابع نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات، ومن تنطلق هناك اللهيب الراقة عبد الله بن طالب بن محمد المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القدوم في هذه اللحظات مع الغزالة. الغزالة هو الغزال مع مبارك بن عبد الله السفران وصالح بن صالح بن سعيد بن سفران مع الغزال. الغزالة على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نشاهد الأسماء، نشاهد الشعارات المنطلقة. نشاهد هنا الشعارات، شعار الشنجل وشعار أيضا هناك شعار بن دلهم وشعار أيضا الدعية وشعار بن دلموك وشعارات قادمة وشعار البطين وشعار. يا سلام يا سلام، الله يا هذا الميدان، ميدان التحدي يحمل الأسماء الكبيرة، يحمل الأسماء التي تشارك على أرضية هذا الميدان. نشاهد هذه التسعيرات، نشاهد هذه السيارات في هذا المهرجان، المهرجان الكبير. يا سلام على هذا الانطلاق. نشاهد ونتابع، نتابع المقدمة والصدارة مع اللي تسللت بدورها إلى المقدمة. نشاهد هنا القدوم مع براقة عبد الله بن طالب بن محمد المري مع المركز الأول مع المقدمة. نشاهد في هذه اللحظات هذا الانطلاق، نتابع المركز الأول، نتابع المقدمة وبراقة من تنطلق مع المركز الأول مع المقدمة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء. براقة تبحث عن سيارة هذا الشوط، تبحث عن اللاند كروزر، تبحث عن الفوز. المركز الثاني برمودة لمحمد بن علي العايض على المركز الثاني. نشاهد ونتابع اللي هي أيضا هنا برمودة مع المركز الثاني. الغزالة لصالح بن سعيد بن سفران على المركز الثالث. نشاهد المركز الرابع والقدوم مع أبو شريدة ولا الصفرد مع جابر بن سالم بن جبران. المركز الخامس جلمودة لمحمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة المري. يا سلام، نرى شعار بن لحول أيضا قادم هنا للمنافسة، قادم للتحدي وللإثارة. هناك مهياف. يا سلام، ولكن نعود إلى براقة اللي في مقدمة هذا الشوط. هنا نتابع براقة اللي في مقدمة هذا الشوط. تنطلق براقة مع المركز الأول. نشاهد هنا المقدمة هنا مع براقة اللي على الصدارة على المقدمة. نشاهدها في هذه اللحظات وباندفاعها. المركز الأول لعبد الله بن طالب بن محمد المري مع المركز الأول. برمودة على المركز الثاني، برمودة بن عايض على المركز الثاني مع محمد بن علي العايض على المركز الثاني. السلام يا برمودة، لها إنجازات وسجلها حافل كما للغزالة اللي على المركز الثالث. هناك أيضا لصالح بن سفران، لها عدة سبقات، لها أيضا إنجازات. المركز الرابع الصفرد وشعار الكرارات. يا سلام مع المركز الرابع. نشاهد الصفرد جابر بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الخامس نتابع هناك الوصول من مهياف ناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحم
حول المري مع المركز الخامس، وسويك سويك الكلوزر بالانتظار يا راعي برمودا يا بن عايض هنا في مقدمة الشوط مع المركز الأول. وإن سألتونا عن الموقع فنحن مع 800 متر الأخير. يا سلام يا برمودا، شوفوا مهياب 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 باللحول، مهياب خادمة ناصر بن سعيد بن عبد الله باللحول المري وبن دلموك خادم، ولكن هنا برمودا وبراقة عبد الله بن طالب بن محمد المري المركز الخامس. نشاهد غزالة أيضا من الجانب الأيمن، ولكن العودة العودة إلى مهياب 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 مع باللحول. الله برمودا هناك المقدمة، هناك أيضا المقدمة والصدارة. يا سلام بن كنعان على المركز الثالث، ولكن مهياف 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 هنا مع باللحول. يا سلام يا سلام يا ناصر يا بن سعيد يا بن عبد الله يا باللحول، سلام وتحية واحترام راعي سيوف وراعي أيضا الجذاب وراعي العديد والعديد. سلام يا راعي مهياف، انتزعت الكلوزر. سلام يا باللحول، باللحول ينتزع الجيب، ينتزع السيارة، ينتزع الفوز، كثر الزعفران يا راعي الزعفران. سلام وتحية واحترام مع مهياف مهياف مهياف، ما شاء الله تبارك الله على مهياف، تهانينا والناموس. المركز الثاني فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، الماردية لمحمد بن ناصر الشنجل، من أتتنا مع الماردية على المركز الثاني. المركز الثالث اللي براقة لعبد الله بن طالب بن كنعان. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت برمودا لمحمد بن علي العايض. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت المزن حمد بن صالح بن حمد بن دلموك، تهانينا والناموس تهانينا والفوز ما شاء الله تبارك الله. مهياف مهياف مهياف، سلام وتحية واحترام. 7 دقائق 38 ثانية و42 جزء من الثانية، تهانينا يا بن لحول يا ناصر يا بن سعيد يا بن عبد الله يا بن لحول، سلام على هذا الفوز، فوز مهياف اللي انتزعت السيارة. بينما المركز الثاني من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة مع محمد بن ناصر الشنجل، هذا هو أيضا الشنجل ومحمد هنا يقدم لنا الماردية، توقيتها 7 دقائق 41 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت براقة، براقة على المركز الثالث، 7 دقائق 41 ثانية، 92 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن طالب بن كنعان المري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.